السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الثانوي مع درس جديد من دروس مادة الكيمياء. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن حاجة اسمها البادئات. طبعا البادئات عشان نفهمها بتفيدني كتير جدا في شغلي، ونبدأ مع بعض كده. إيه هي المقصود بالبادئات؟ احنا عندنا في مقاطع دايما بتسبق وحدات القياس بنسميها البادئات. يعني ممكن اقول ان البادئات هي مقاطع تسبق وحدات القياس. طيب بتدل على ايه البادئات؟ يا اما تدل على حاجة اسمها المضاعفات، يعني مضاعفات الوحدات ديت، يا اما تدل على اجزاء من الوحدات ديت، يعني اجزاء من وحدة القياس. يبقى يا اما بتكلم عن المضاعفات، يا اما بتكلم عن اجزاء من الوحدة بتاعت القياس. طيب لو انا بتكلم عن المضاعفات، البادئات عاملة ازاي؟ بنعبر عنها بالأس العشري اللي هو 10 أس إن، يعني إن ده أي رقم. لكن لما بتكلم عن أجزاء وحدة القياس أو أجزاء من وحدة القياس، بنعبر عنها بالأس العشري اللي هو 10 أس سالب إن، يعني بالماينس بالسالب. يبقى المضاعفات أنت بتحط إيه؟ 10 أس إن، أي رقم بقى قبل وحدة القياس، يبقى أنت كده حطيت المضاعفات. نشوف مع بعض كده أمثلة. لو قلنا مثلا آدي جدول كده بسيط، الجدول ده عايزين نفهم منه موضوع البادئات. فلو قلنا مثلا دي كده البادئة، هنقول بقى ده الرمز بتاعها، هنقول المقدار بتاعها قد إيه، هنقول الكمية بتاعتها قد إيه، وهنقول الأس بتاعها أو الشكل بتاعها عامل إزاي اللي هيتضرب فيه وحدة القياس. يبقى هنقول كده دي كده البادئة، وده كده الرمز، وده مقدار ما تعادله، يعني بتساوي قد إيه، وهنا الكمية، وهنا 10 أس إن اللي أنا هحطها. فمثلا لو كان عندي البادئة اسمها الكيلو، الكيلو الرمز بتاعه بيبقى كي، المقدار بتاعه بيساوي 1000 وحدة قياس. 1000 وحدة ايه؟ 1000 وحدة قياس، يعني الكمية بتساوي 1000. طيب لو جينا نعبر عنها بالأسس تبقى 10 أس 3، يبقى ده كده اللي هو أول بادئة عندي اسمها كيلو. طيب البادئة التانية اللي هي اسمها دي سي، الدي سي بادئة رمزها كده بتاخد الرمز دي. طيب الدي سي ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن جزء من 10 اجزاء من الوحدة، يبقى ده كده جزء من 10 اجزاء من الوحدة. طيب اعبر عنه ازاي او كميته قد ايه؟ هيبقى جزء من 10، يبقى 0.1، يعني 1 من 10. لما اعبر عنه بالاسس يبقى 10 اس ماينس 1. عندنا حاجه اسمها السنتي، بادئه اسمها سنتي، السنتي اللي هي رمزها سي سمول كده، وبعدين السنتي ده جزء من 100 جزء، يبقى ده كده عباره عن جزء من 100 جزء من الوحدة، جزء من 100 جزء من الايه؟ الوحدة. يبقى هيبقى 0.01، يعني 1 من 100. اعبر عنه بالاسس يبقى 10 اس ماينس 2 او 10 اس سالب 2. يبقى انا كده عبرت عن بادئة اسمها الدي سي او السنتي والكيلو. نكمل مع بعض كده بعض امثلة على البادئات. يعني ايه بادئات؟ احنا قلنا هي عبارة عن مقاطع بتسبق
وحدة القياس، يا إما تعبر عن المضاعفات يا تعبر عن أجزاء من الوحدات ديت. عندنا مثلا بادئة اسمها الملي. الملي رمزها ام سمول كده، وهي عبارة عن جزء من ألف جزء من الوحدة، تبقى 0.001 يعني واحد من ألف، يبقى واحد من ايه؟ من ألف. طيب ولو عبرنا عنها بالأسس هتبقى 10 أس -3 يعني 10 أس -3، يبقى البادئة دي بتساوي 1 على 1000 أو 1 من 1000، اسمها ايه؟ اسمها الملي. طيب نشوف مع بعض بادئة تانية اسمها المايكرو. مايكرو رمزها ميو، والمايكرو هو عبارة عن جزء من مليون جزء من الوحدة، جزء من مليون جزء من الوحدة، يبقى 0.02345 1، يبقى 1 من مليون. وممكن نعبر عنها بالأسس أسهل، تبقى 10 أس -6 أو 10 أس -6، يبقى ده تعريف أو ده معنى المايكرو، البادئة اللي اسمها المايكرو. نكمل مع بعض كده موضوع البادئات ونشوف مثال كمان على البادئات اللي احنا بنستعملها في شغلنا بتاع الكيمياء. عندنا البادئة اللي جاية اسمها النانو، اسمها نانو، والرمز بتاعها ان سمول. والنانو هو عبارة عن جزء من مليار جزء من الوحدة، يبقى 1 من مليار يعني 0.000000، ادي 6 7 8 وبعدين 1، يبقى 1 من مليار او 10 أس -9 10 أس -9، يبقى ده كده انا عبرت عن بادئة اسمها النانو، وطبعا بستخدمها في شغل الكيمياء. يبقى احنا كده من الجدول ده بدأنا نفهم يعني ايه كده معنى كلمة البادئة والامثلة اللي خدناها على البادئات. طيب لو انا جيت قلت لك ان مثلا تركيز عنصر الرصاص مثلا في مكان معين او في مياه نهر هو عبارة عن، يعني قلت لك مثلا تركيز الرصاص في الماء جزء من مليار جزء من الوحدة، وجيت قلت لك ان تركيز الرصاص دوت في مية تانية، تركيز الرصاص في مية تانية هو عبارة عن جزء من المليون جزء من الوحدة، انهون فيهم اللي هيكون اكثر ضرر؟ طبعا الاكثر ضرر لما يكون تركيزه جزء من المليون، لان جزء من المليون ده هيبقى عبارة عن 10 أس -6، وهذا المقدار بيكون اكبر من الجزء من المليار اللي هو 10 أس -9 او 10 أس -9، يعني 10 أس -6 اكبر من 10 أس -9، وده بيدل على ان تركيز الرصاص في المية لما يكون جزء من المليون بيكون اكثر ضررا من لو كان جزء من المليار. تعالوا نشوف العلاقة بين الملي والمايكرو والنانو. العلاقة بينهم هما التلاتة، الملي والمايكرو والنانو. طب احنا عرفنا ان الملي الواحد هو عبارة عن 1 على 1000 من الوحدة، او 10 أس -3، 10 أس -3 ده الملي. وعرفنا ان الملي لازم يكون اكبر من المايكرو، لان المايكرو هو عبارة عن 1 على مليون جزء من الوحدة، يعني بيكون 10 أس -6، يبقى 10 أس -3 اكبر من 10 أس -6، الملي اكبر من المايكرو. والمايكرو نفسه هو اكبر من النانو، لان النانو هو 10 أس -9 او 10 أس -9، يبقى هنا الملي
أكبر من المايكرو، والمايكرو أكبر من النانو، والميلي أكبر منهم هما الاتنين. طيب تعالوا نشوف ازاي نحول من الوحدات دي لبعضها البعض، يعني ازاي احول من الملي للمايكرو للنانو. فانا هقول الملي وهقول كده النانو وهقول المايكرو، يعني هعملهم كده ايه بعيد عن بعض. لو انا عايز احول من الملي اللي هو يعتبر الكبير للنانو، وعايز احول من الملي للمايكرو، وعايز احول من المايكرو للنانو، فهعمل ايه؟ خلي بالك، انت عندك الملي عبارة عن 10^3 من الوحدة، لما تحوله للمايكرو تضرب في 10^3. لما تحول من حاجة كبيرة لحاجة صغيرة فانت بتضرب، لان الكبير دايما اكبر من الصغير، فبتضرب في الاس بالموجب. طب لو هتحول من المايكرو للملي العكس، يعني يبقى هتضرب في 10^-3، يبقى دايما كده من الصغير للكبير تضرب في الاس بالسالب، ولو من الكبير للصغير تضرب في الاس بالموجب. طيب لو انا عايز احول من المايكرو الى النانو، طيب المايكرو اكبر ولا النانو؟ طبعا المايكرو اكبر من النانو، يبقى هضرب في 10^3، وانا بحول من المايكرو لمين؟ للنانو. العكس بقى، لو انا هحول من النانو للمايكرو هضرب في 10^-3، يبقى كده من المايكرو للنانو بضرب، من الكبير للصغير بضرب في الاس بالموجب، ومن الصغير للكبير بضرب في الأس بالسالب، لأن دوت كده 10^-6 وده 10^-9. لما أروح من -6 لـ -9 يبقى أضرب في 10^3. طيب لو أنا عايز أحول بقى من الملي للنانو، طب الملي إحنا قلنا هو 10^-3 أو 10^-3، يبقى رايح من الكبير للصغير، يبقى هضرب، بس هضرب هنا في 10^6. ليه؟ عشان من -3 عشان اروح -9 يبقى اضرب في 6، لان في حالة الضرب بجمع الاسس. طب لو انا جاي من النانو للملي يبقى هضرب في 10^-6 او -6. خلاص، يبقى كده دي طريقة التحويلات بتاعتي من الملي للمايكرو للنانو والعكس وهكذا. ناخد أمثلة على الكلام ده، أمثلة على التحويلات، ونشوف مع بعض إزاي بنحلها. مثلا لو قال لي احسب مقدار 42 ملي متر بوحدة المتر. أنا عايز أشوف بقى ال 42 ملي دول يعملوا قد إيه بالمتر. طيب أنا عندي كده هقول يساوي آدي ال 42 ملي متر، هضربهم في 10^-3 عشان احولهم للمتر، وده هيساوي 0.042 متر. يبقى هنا انت حولت من الملي اللي هو الصغير، حولته الى المتر اللي هو الكبير، فهتبقى ده من الصغير للكبير بنضرب في الاس بالايه؟ بالسالب. برافو عليكم. تعالوا نشوف مثال تاني. المثال التاني بيقول لو عندنا 0.03 مثلا ثانية، يعني 3/100 ثانية، عايزينها بوحدة زي النانو مثلا، النانو ثانية. طيب عشان نحولها بوحدة النانو ثانية هنعمل ايه؟ هنقول كده بقى ادي ال 0.03 اللي هي 3/100 ثانية، هنضربها في 10^9 عشان نحولها بالنانو سكند، هتطلع 3/10^7 نانو ثانية. يبقى هنا انا حولت من الثانية الكبيرة للنانو ثانية الصغيرة. طالما حولت من الكبير اللي هو ثانية بحالها لنانو، يبقى اضرب في الاس بالموجب. قلنا من الكبير للصغير تضرب في الاس بالموجب، ومن الصغير للكبير تضرب في الاس بالسالب. المثال الثالث اللي بعد كده، لو انت عندك مثلا 497
وتلاتة من عشرة مثلا ملي جرام، وعايز نحولها بوحدة الايه المايكرو جرام. طيب الملي اكبر ولا المايكرو؟ طبعا الملي اكبر، طالما كبير وبحوله لصغير يبقى اضرب في الاس بالموجب ولا بالسالب؟ اضرب في الاس بالموجب. يبقى هقول كده 497.3 ملي جرام هتساوي 497.3 مضروبة في 10 أس 3 عشان أحوله بالمايكرو جرام. أنا كده ضربت في الأس بالإيه؟ بالموجب. أرجو إن احنا نكون فهمنا موضوع البديئات. نشوف مع بعض كده حاجة اسمها مقياس النانو. النانو هو عبارة عن إيه؟ النانو هو عبارة عن بادئة بتسبق ايه يلا قولوا وحدات القياس، واحنا اتفقنا ان اي بادئه بتسبق وحده الايه القياس. فمثلا عندي النانو متر اللي هو رمزه ان كده ام سمول، عندي مثلا النانو جرام، كلمه نانو تسبق اي وحده، تسبق المتر اللي هو وحده وتسبق الجرام اللي هو وحده، يبقى ادي النانو جرام اللي هو الان جي. عندنا مثلا النانو ثانية أو النانو سكند، يبقى نانو سكند. عندنا مثلا النانو حاجة اسمها مول، إن شاء الله هنتعرف عليها، يبقى النانو مول. عندنا النانو جول، يبقى هنا النانو جول هو عبارة عن وحدة قياس حرارة وتغير حراري. يبقى احنا كده عرفنا إن النانو هو البادئة التي تسبق وحدات القياس. طيب عندنا بقى المواد العادية لما نحولها على مقياس النانو، المواد العادية لما تحولها لي على مقياس النانو بتظهر هذه المواد حاجة فريدة جدا أو بتظهر خواص فريدة جدا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الحاجة اللي انت شايفها بعينك لما تحولها على النانو أو تصغرها في حجم النانو بتظهر حاجات مش موجودة في الواقع اللي انت شايفه بعينك. هذه الخواص الفريدة بتختلف عن خواصها في وضع الماكرو وفي وضع المايكرو. إذن بنقول كده إن مقياس النانو هو عبارة عن مقياس لإيه بقى؟ للجسيمات متناهية الإيه الصغر اللي هي صغيرة جداً. طبعا في ناس يقول لك ايه هو مقياس الماكرو؟ مقياس الماكرو اللي انت بتشوفه باي حاجة بتشوفها بعينك العين العادية، اما المايكرو فهي الحاجات اللي انت ما تشوفهاش غير بالميكروسكوب المركب. خلاص يبقى احنا كده عرفنا مقياس النانو وهو مقياس للجسيمات متناهية الايه الصغر، يبقى تستخدم وحدة النانو متر مثلا في تقدير الأبعاد أو الأقطار. إيه الأقطار دي؟ اللي هو القطر يعني. بالنسبة لمين بقى؟ بالنسبة لي اللي هي الأجسام متناهية الصغر، اللي هي متناهية إيه الصغر. هنشوف مع بعض كده أمثلة. مثلا قطر حبة رمل، حبة الرملة العادية اللي انت بتشوفها دي في البحر ولا بتشوفها لما بتكون بنبني ولا اي حاجة، حوالي كام؟ حوالي 10 أس 6 نانو متر، ده قطر حبة الرمل. عندنا مثلا قطر جزيء المية، قطر جزيء الماء اللي هو حوالي 0.3 نانو متر، يعني حوالي 3 من 10 نانو متر. طبعا قطر جزيء المية صغير. عندنا مثلا اللي هو المثال الثالث اللي هو قطر الذرة. طب قطر الذرة ده بيتراوح من كام؟ بيتراوح من 0.3 لحد 0.1، يتراوح من 1 من 10 وتلاتة من عشرة نانو متر، وطبعا ده دليل على انه صغير جدا. طيب تتغير الخواص الفريدة للمادة باختلاف الحجم النانوي لها، يبقى بنقول كده تتغير الخواص الفريدة
للمادة باختلاف ايه بقى؟ الحجم النانوي لها. يعني كل ما كان ليها حجم معين نانوي بيختلف من حجم الاخر، الخواص بتاعتها بتتغير. عشان كده بنقول عليها ايه بقى؟ بنقول كده عليها الخواص المعتمدة على الحجم. خليك فاكر الحتة ديت، الخواص المعتمدة على الحجم دي الخواص الفريدة التي تتغير بتغير الحجم النانوي للمادة بتاعتي. تعال نشوف كده مثالين هيوضحوا لنا اختلاف الخواص بتاعت المادة باختلاف حجمها. أول حاجة تغير لون الذهب اللي احنا عارفينه تبعا لتغير الحجم النانوي له. يبقى لون الذهب لما الحجم بيتغير. طيب الذهب اساسا لونه ايه؟ احنا عارفين اللي هو لونه اصفر، وعنده كمان بريق معدني، ذو بريق معدني يعني بيبرق. طب وبعدين لما نصغر حجمك يا ذهب ونحولك للحجم النانوي، هبص الاقي الذهب في الحجم النانوي بقى منه فيه الوان احمر، ولو اختلف الحجم تاني يبقى لونه برتقالي، ولو اتغير حجمه تاني يبقى لونه اخضر، وممكن يبقى لونه كمان ازرق. ده كل ده ايه؟ حسب الحجم النانوي. يبقى انت غير في الحجم النانوي للذهب هتلاقي لون الذهب بعد ما كان اصفر لا ممكن يبقى احمر، وممكن يبقى برتقالي، وممكن يبقى اخضر، وممكن يبقى لونه ازرق حسب حجمه ايه؟ النانوي. يبقى لما اقول لك علل تغير لون الذهب عند تقلص حجم دقائقه من مقياس الماكرو اللي انت شايفه بعينك المجرده الى مقياس النانو الصغير جدا، السبب في كده ان تفاعل دقائق الذهب اللي انت شايفه دوت وهي على مقياس النانو مع الضوء المرئي بيختلف عن تفاعلها وهي على مقياس الماكرو اللي احنا قلنا عليه اللي احنا بنشوفه بعينينا. يبقى نظرا لاختلاف تفاعل دقائق الذهب مع الضوء المرئي وهي في حجم النانو فبيديني الوانها المختلفة اللي انت شايفها دي. تاني مثال عندنا النهاردة اللي هو تغير في صلابة النحاس تبعا لتغير الحجم النانوي. طب بيحصل ايه؟ احنا عارفين ان النحاس لين، لما بصغره في الحجم النانوي بلاقي كده ان صلابة النحاس بتزداد، يبقى تزداد صلابة النحاس في الحجم النانوي. وبكده أصدقائي نكون وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من حلقتنا النهاردة، وانتظرونا في الأجزاء القادمة للتكلم والتحدث في موضوع النانو تكنولوجي وكيمياء النانو. كان معكم معلم خبير محمد علي من قناة المتفوقين نفهم دروس مجانية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.